الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا قد بدأنا في هذا الكتاب فأخذنا بعض الأمثلة التي يدل بها المؤلف على مراده، يكون فيها من التدريب وإيضاح القاعدة ما فيها. ثم جاء بعد ذلك بأمثلة كثيرة وتدريبات، جاء بتدريبات محلولة، ثم جاء بعدها بتدريبات غير محلولة. فالمحلول سنقرأه معا ونتدرب عليه، وغير المحلول نأخذه واجبا يعني في البيت، ثم نأتي هنا ونحله معا، فتنظر في الإجابات التي أجبتها في البيت، يا ترى هل يعني أجبتها إجابة صحيحة ولا لا؟ يا ترى أين مستواي؟ هل مستواي فعلا يعني ممتاز ولا جيد جدا ولا؟ فإذا وجدت يعني توفيقا حمدت الله سبحانه وتعالى، وإذا وجدت خللا حاولت أن أصلحه. بديا ده اختبار تقيس به مستواك، حتى احنا ممكن نحط مقدار من الدرجات واحنا بنحل ونحن نحل، يبقى الواحد معاه قلم مثلا ويعلم لنفسه، يشوف هو عمل ايه، يا ترى انا ادي لنفسي كام في هذا الامتحان. فاحنا معانا النهارده، نحن معنا اليوم ان شاء الله تعالى مجموعه من التمارين المحلوله، يليها تمارين غير محلوله. غير المحلول هذا سيكون معنا في المره القادمه ان شاء الله تعالى نحله، والمحلول يعني نقرأه معا اليوم إن شاء الله تعالى ونتدرب عليه دون أن ننظر إلى الإجابات، وننظر يعني فيما احتجنا إليه منها. طيب، أيضا من الحاجات المهمة أن المؤلف رحمه الله تعالى كان حريصا على تنمية الثروة الأدبية عند دارس هذا الكتاب والناظر فيه، ولهذا حشد فيه حشدا كبيرا من الأبيات الشعرية، أبيات شعرية كثيرة جدا يختارها لما فيها من معنى رائق أو لما فيها من تمثيل يريد أن يوصل به قاعدة أو نحو ذلك. فهذا يحتاج إلى يعني أن يكون للإنسان بعض الخبرة بالأبيات الشعرية. صحيحنا لن نحفظ شيئا ولا نطالب بهذا، لكننا بحاجة إلى أن يكون عندنا بعض الخبرة في قراءة أمثال هذه الأبيات، ولذلك نحن سنقرأها معا بيتا بيتا ومثالا مثالا شاهدا شاهدا حتى نتدرب على القراءة الصحيحة لهذه الأبيات وغيرها من الأمثلة التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ربما كان في بعض الأمثلة أو الشواهد التي عليها بعض الاستدراك، كأن يكون بيتا فيه مخالفة عقدية أو فيه مخالفة يعني لما تعرفه يعني من الدراسة الشرعية، فيعني كثيرا ما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى، وقد لا أنبه اكتفاء بمعرفة كذلك ووضوحه، لكن هذا سيكون قليلا إن شاء الله تعالى. ما زلنا في مرفوعات الأسماء، وأنا غير مستعجل في أن نجري في الكتاب، لأن عندنا إن شاء الله تعالى وقتا، ولأن المراد هو تحصيل هذه الملكة والتمكن منها، وهذا يعني أهم عندي بكثير من أن نجري في الكتاب. ثم إنني أخبرتكم سابقا بأن هذا الكتاب ليس كتابا جديدا، ليس فيه معلومات جديدة بقدر ما هو كتاب تطبيقي نطبق فيه ما كنا قد أخذناه في العام الماضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا
وإياكم بهذا العلم، وأن يجعله في موازين حسناتنا. طيب، نبدأ في القراءة. عايزين حد جديد. السؤال الأول. عين في مجالي، عين في مجالي، سالم طبقة مرفوعة، وبين سبب. لا يعني لو أعرب. عين فيما يلي. ها؟ عين فيما يلي. أيوة. الأسئلة. إيه؟ الأسماء. أنا سمعتها. عين فيما يلي الأسماء. يعني انصب. عين فيما يلي الأسماء المعربة. المعربة. المعربة المرفوعة. وبين سبب رفعها. وبين سبب. وبين سبب رفعها. نعم. وعلامة. وعلامة. وعلامة الرفع. وعلامة الرفع. وعلامة الرفع. السؤال الأول. ولله غيب السماوات. ولله غيب. ولله غيب السماوات والأرض. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. نعم. إن الله على كل شيء قدير. كلام جميل. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. دي أربعة أسماء مرفوعة. طيب ناخد واحد كده. ولي شخص المير. غيب مبتدأ مؤخر. ولله غيب، غيب مبتدأ مؤخر. صحيح، أصل الكلام غيب السماوات والأرض لله. تمام، يبقى غيب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. جميل جميل. اللي بعده يعني كمل. هنجيب الأربعة، حضرتك هتقول الأربعة كلهم. أمر مبتدأ مؤخر. أمر مبتدأ مش مؤخر ولا حاجة. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أصل الكلام أمر الساعة كلمح البصر. يبقى أمر مبتدأ وجملة كلمح أو الجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر شبه جملة. يبقى أمر مبتدأ وما ده حرف نفي من جوابي. يبقى دي جملة جديدة. الواو حرف عطف، ما حرف نفي. أمر مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. صحيح. كلمح البصر أو هو أقرب. أقرب خبر. خبر المبتدأ هو، هو أقرب مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة اسم مفرد. طب احنا ليه ما نونهوش؟ مش الأصل الاسم ينون؟ لماذا لم يقل أو هو أقرب؟ قال أو هو أقرب، ممنوع من الصرف. صحيح. لماذا منع؟ لأنه على وزن أفعل، وزن الفعل يقولون للوصفية ووزن الفعل. الوصفية يعني أقرب، ده وصف صفة تدل على القرب، وهو أيضا على وزن الفعل لأن أفعل من أوزان الفعل. طيب كلام جميل. إن الله على كل شيء قدير. صحيح. قدير خبر إن مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. طيب شفتوا الموضوع سهل إزاي؟ طيب الحمد لله. اللي بعده. لا تدركه الأبصار وهو يبصر. لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. تمام. أهمية النحو أن الواحد لا يلحن في القرآن ولا في السنة ولا في الشعر ولا في الكلام عموم. طيب أخ اسمه أحمد. إيه؟ نعم أحمد. إيه؟ أحمد أبا. أهلا وسهلا يا شيخ أحمد، ربنا يبارك لك. أهلا وسهلا. طيب معنى الآية بتقول إيه؟ لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار، الأبصار تبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. صحيح. طب لماذا؟ يعني كانت علامة الرفع الضمة الظاهرة لأنه جمع تكسير،
امتى تكون، متى تكون الضمه الظاهره علامه الرفع؟ الاسم المفرد، جمع التكسير، الجمع المزيد بالالف والتاء. دي ثلاث انواع التي تكون فيها الضمه علامه الرفع فقط، ما عندناش اسم تاني مرفوع علامه الرفع الضمه غير الثلاثه دول. طيب، لا تدركه الابصار. طب احنا ليه ما قلناش ان الهاء مثلا هي الفاعل، هي الاقرب من الفعل؟ تدرك ده فعل، والهاء تبقى فاعل مثلا، ليه ما تبقاش الهاء هي الفاعل؟ اولا لاجل المعنى، المعنى ان الابصار هي اللي تدرك او التي نفي عنها الادراك في هذه الايه. طيب الثاني، ان الهاء عمرها ما تكون ضمير رفع ابدا، يعني الهاء وفروعها، هاء الغائب اللي هي هاء الهاء المضمومه او الهاء اللي هي المفرد يعني تدركه، او هاء للمؤنثه لو مثلا في غير القران تدركها، لو او هما او هم او هن، كل ده لا يصلح ان يكون ضمير رفع ابدا. وكذلك الكاف وفروعها، مثلا اكرمتك، الكاف دي عمرها ما تكون في محل رفع ابدا، لابد ان تكون في محل نصب. وفروعها ايضا اكرمتك، اكرمتكم، اكرمتكم، اكرمتكن، اكرمتكما. وكذلك الياء، ياء المتكلم، اكرمني، اكرمني الله، فالياء دي ايضا تكون في محل نصب او جر. يبقى احنا عندنا الياء عمرها ما تيجي في محل رفع، والهاء ايضا مستحيل تيجي في محل رفع، والكاف، الكاف والهاء والياء، هذه الضمائر الثلاثه لا تصلح ابدا ان تكون ضمير رفع. بس الياء انا قيدتها بايه؟ بياء المتكلم، لان ياء المخاطبه تيجي في محل رفع. زي مثلا قومي، لو انا خاطب امراه، قومي، قوم الفعل ده الفعل، والياء ضمير مبني على السكون في محل رفع، يبقى ياء المخاطبه تقع في محل رفع، لكن ياء المتكلم عمرها ما تيجي في محل رفع ابدا. الكلام ده مهم ان الواحد يضبطه. طيب، يبقى لا تدركه الابصار. احنا كده واحنا شغالين اخذنا كلاما كثيرا، يعني ساعه ما مرينا على الضمائر كده واحنا ماشيين مرورا سريعا، احنا اخذنا بهذا يعني قاعده مهمه. فصحيح احنا شغالين في علامات في يعني الاسماء المرفوعه، الا اننا ونحن سائرون في الاسماء المرفوعه ناخذ شيئا كثيرا في الابواب الاخرى التي تمس الحاجه اليها. يبقى تدركه، لا تدركه الابصار، هذا فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره. وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبير. معانا اللطيف والخبير. خبر المبتدا هو، والخبير خبر ثان. احنا معانا خبران للمبتدا هو، مرفوعان بالمبتدا وعلامه رفعهما الضمه الظاهره لانهما اسمان مفردان. طيب، جزاك الله خيرا. ونبرك في شغال اللي بعده. والشعراء يتبعهم الغاو. كلام جميل. طيب، ناخد اخونا اللي قدامي دون، الاخ اللي هو عند العمود. ايوه، حضرتك رفعت. ايوه، انت. ايوه، الشعراء. اسم الكريم الاول. اهلا وسهلا، ونبرك فيك. والشعراء مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، كلام جميل. لأنه اسم لأنه جمع تكسير، يبقى الشعراء مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه جمع تكسير، مفرد شاعر. ماشي. يتبعهم الغاوون، أحسنت، الغاوون فاعل، ولا يغتر أحد بأنه آخر فتحة، هو آخر فتحة صحيح لكنه مرفوع، مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم. طيب، كلام جميل، جزاك الله خيرا. اللي بعده.
قتل الخراصون الذين هم في غمرات ساحون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الخراصون ساهون معانا اسمعان مرفوعا جنب حضرتك. ايوه الخراصون نائب فاعل صحيح مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. ساهون يعني الذين هم ساهون ده خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. اسم كريم. أهلا وسهلا ربنا يبارك فيك جزاك الله خير. نعم. قل أنتم أعلم أم الله. قل إيه؟ قل أنتم. قل أأنتم. قل أأنتم أعلم أم الله. قل أأنتم أعلم أم الله. أيوة اللي جنبها. أيوة حضرتك سبحانه وتعالى اسم الجلالة معطوف على أنتم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. احنا معنا أم هنا في هذه الآية حرف عطف وبعض الناس قد يغفل عن ذلك. احنا معنا حروف العطف لو حد يفكرنا بها كده. حروف العطف الأول كام؟ احنا معنا عشرة. عشرة حرف العطف عشرة. تفكرنا كده يا شيخ بأي حاجة. ماشي الواو واو وثم والفاء وام اللي احنا قلناها دلوقتي حالا وام وايه كمان ايه نعم ولا وبل ولكن صحيح لا وبل ولكن دول ثلاث احرف من احرف العطف لكن تستعمل العطف يعني في احوال مخصوصه. وايه كمان بعضهم يقول إما بس صحيح إن هي ليست حرف عطف. وإيه كمان في واحدة كمان نعم نعم حضرتك بتقول مع لا مع ليست حرف عطف نعم هو أو إحنا قلناه. طب ندور عليها كده ونبقى نجيبها المرة الجاية ولا حاجة. اللي بعده ما هو احنا عندنا جمع المذكر السالم النون دي مفتوحة على طول يعني هذه فتحة لازمة ليست فتحة إعراب فاحنا لن نشغل أنفسنا به. وكذلك النون اللي في المثنى دايما مكسورة بقى نون المثنى مكسورة دائما ونون جمع المذكر السالم مفتوحة دائما فهذا ليس إعرابا. الإعراب بيكون على إيه؟ الواو والياء. يبقى الغاوون أو الغاوين ساهون ساهين بس. لأن بعض الناس قد يعني يخدع بأن النون مفتوحة لأن النون ليس لها علاقة بالإعراب خالص. طيب اللي بعده. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان أفهموا وفم الزمان تبسم وثناء تبسم وثناء وفم الزمان تبسم تبسم وثناء وثناء. طبعا بعض الناس ممكن يكون مستثقل الشعر لكن الشعر جميل وله فوائد كثيرة ويكفي أن السلف كانوا يعني عربا خلصا كانوا يستمعون الشعر وينشدونه ويتذوقونه ولا شك أن مشابهتهم في هذا أيضا يعني شيء مطلوب. يقول هنا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. ولد الهدى الرسول صلى الله عليه وسلم. الهدى يعرف أي شيخ نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر طالما في ألف في الآخر
يبقى تعذر على طول. طيب جزاك الله خير. فالكائنات كمل. لا احنا عندنا دي جمله جديده. ولد الهدى خلاص. فالكائنات ضياء مبتدا وخبر. الكائنات مبتدا وضياء خبر، كلاهما مرفوع وعلامه الرفع الضمه الظاهره، لكن كائنات مرفوع والضمه ليه؟ لانه جمع مزيد بالالف والتاء. وضياء لانه اسم مفرد. ماشي. وفم، فم ايضا دي جمله جديده. ماشي، ما هو ده من عطف الجمل. عطف الجمل يعني بعطف جمله على جمله. فمو ده هيعرب ايه؟ مبتدا برضه. يعني انا مثلا لو ايه قلت ولد الهدى فالكائنات ضياء واشراق وسعاده، ده عطف مفردات. انما لا، انا بقول فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم، معنى كلام ان دي جمله جديده. فالكائنات ضياء والدنيا كلها فرحة، وال يعني جمل، جمل يعطف بعضها على بعض. فدي كل جملة نعربها إعرابا من بداية الأمر، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل. يبقى احنا عندنا فم مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة. طب امتى يعني يعرب بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا؟ امتى الفم يكون من الاسماء السته؟ اذا اولا اضيف، صحيح، واذا خلا من الميم. الميم دي حذفت، نقول وفو الزمان فو وفا وفي. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى اللقمه يضعها في امراته، في امرأته، في الأولى حرف جر وفي الثانية اسم مجرور بالياء بمعنى الفم. فاحنا عندنا فم هنا اسم معرب إعرابا أصليا لأنه متصل بالميم، لكن لو حذفت هذه الميم يعرب إعراب الأسماء الستة بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. وفم الزمان تبسم، كمل يا شيخ كمل. فم الزمان تبسم، ايوه احسنت، لان ده اللي تم به معنى الكلام. تبسم خبر، فم الزمان يعني كان الزمان له فم يتبسم فرحا بمقدمه صلى الله عليه وسلم. تبسم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه الضمه الظاهره. وثناء معطوف على الخبر مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. جزاك الله خير الكريم، أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. أيوة يا شيخ، هيعدي علينا أبيات كتير أضحى بالنماذج غير المحلولة وكثير منها غير مشهور. أبشروا يعني. أضحى التنائي، أضحى التنائي، أضحى التنائي بديلا، أضحى التنائي بديلا، أضحى التنائي بديلا من تدانينا، من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. هو يصف يعني حاله مع من يحبهم إن حصل يعني بعد بعد القرب وجفاء بعد يعني التواصل. المهم عندنا المعنى الإعراب. أضحى دي من أخوات إيه؟ من أخوات كان، صحيح، ترفع اسمها وتنصب خبرها. طيب أخونا بقى لسنا على مود تقريبا لبس أحمر تقريبا، اسم كريم؟ لا هناك هو الأخ اللي هو سند. أيوه اسم كريم أخونا جابر. طيب قول يا شيخ جابر. التنائي، التنائي ده يعرب ايه؟ اكيد اسم اضحى، هيطلع ايه يعني؟ هو اسم اضحى مرفوع بها، مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره، الضمه غير ظاهره. ايه اللي منع من ظهورها؟ لا
طالما في ألف يبقى تعذر، طب في ياء يبقى ثقل، لأن أنا ممكن أقول التنائي ممكن ولا لأ؟ ممكن، بس ثقيلة، ساعة ما تقول التنائي تقيلة أوي. فلذلك العرب لا يحبون الثقل، يفرون من الثقل فيقولون التنائي وخلاص. يبقى التنائي اسم أضحى مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهوره الثقل، بديلا من تدانينا تنائي البعد، التداني القرب. وناب عن طيب لقيانا تجافينا، أين الاسم المرفوع؟ الشيخ جابر، أين الاسم المرفوع؟ هو عدم ظهور العلامات يعني خلي الموضوع، لا مش لقيان، احنا عايزين نسمع بس اخونا جابر والإنجاز يقول لنا. ايوه شيخ، احسنت، بارك الله فيك. تجافينا يعني هنقول تجافي، لاننا ضمير مستقل. تجافي ده يعرب ايه؟ ناب تجافينا عن طيب لقيانا، يبقى ايه؟ ايه اللي ناب؟ التجافي ناب عن ايه؟ عن طيب اللقية. طيب يبقى ناب فعل والتجافي ده ايه؟ فاعل، مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها. شيخ جابر اخانا، لا مش تعذر، ثقل، خلي بالك، طالما اخره ياء يبقى الثقل على طول، اخره الف يبقى التعذر. طيب كلام جميل، الاخ اللي جنبه هو اللي هياخد برضه على العمود هو ده. لا اللي اخره ياء ده بيبقى منقوص، واللي اخره الف بيبقى مقصور. المقصور اللي اخره الف ويمنع من ظهوره التعذر، والمنقوص اخره ياء ويمنع من ظهوره ظهور العلامه الثقل. صحيح، جزاكم الله. نعم، اه التنائي لو هي في اخر شطر البيت او في اخر البيت ككل، مش احيانا ممكن تضم ضروره شعريه؟ ممكن الضروره، ممكن الضروره ينفع فيها اي حاجه. صحيح، هو الضروره يصلح فيها اي حاجه، يصرف ما لا ينصرف وينصرف ما لا يصرف، ويمد المقصور ويقصر الممدود كل حاجه. طيب بعد بني إن البر شيء هين وجه، بني إن الإيه؟ بني إن البر شيء هين، ينفع إن البر؟ ينفع إن البر، أحسنت، بارك الله فيك. إن البر، بني إن البر شيء هين، إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين، وجه طليق وكلام لين، وجه طليق وكلام لين. طبعا عشان عندنا شعر يبقى لازم نأتي به على حقه. بني يعني يا بني، إن البر شيء هين، وجه طليق ولساء وكلام لين. يلا يا شيخ اسم كريم. أيوة شيخ كريم، أنا مش واخد بالي بقى، قول تفضل. إن البر شيء شيء خبر، خبر إن مفروض. ايوه طيب، يبقى الشيء خبر ان مرفوع بها وعلامه رفعه الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. جزاك الله خير. اللي بعده كمل يعني. شيء هين، هين النعت مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. وجه، احسنت، يبقى ايه الشيء ده؟ جاء التفسير، وجه يبقى وجه بدل من شيء مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. طليق، وجه طليق، صحيح، يبقى طليق نعت للمرفوع، مرفوع مثله وعلامه رفعه الضمه الظاهره. كلام، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يبقى كلام معطوف على وجه،
صحيح. لينوا وعلامة رفعه صحيح، بلينوا نعت لكلام مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. طب احنا ليه قلنا لينوا هينوا رغم ان هو الاصل ده اسم معرب منصرف، يعني كنا نقول هينوا لينوا لأجل الشعر، ده شعر والشعر قد يحصل فيه يعني ما هو خلاف الاصل فيصرف ما لا ينصرف وينصرف ما لا يصرف، يعني فيه اشياء كثيره. فنحن لم ننون لاجل يعني اقامه قافيه البيت. جزاك الله خيرا يا كريم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله. بعقله. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. جزاك الله خير. كده المستوى بقى أحسن كتير. الله أكبر. ذو العقل ذو. طيب مين أخونا؟ أخونا أحمد. ومين اللي بعده ممكن نشوف؟ ايوه تفضل تفضل يا شيخ. والله هو معنى البيت ان يعني احيانا يكون عقل الانسان سببا في شقائه وتعبه، ويعني يكون ضعف عقله سببا في استراحته، لكن هذه الراحه يعني سرعان ما تمضي وياتي بعدها التعب، وشقاء العاقل سرعان ما يذهب ويبقى يعني سعادته ونعيمه. فالدنيا لا يغتر بها. احنا نزلنا على من يعني التنزيل الشرعي ان الانسان العاقل الذي ينتبه الى امر دينه واخرته يتعب في الدنيا لكنه في الاخره ينعم نعيما طويلا، واخو الجهاله في الضلاله ينعم لكنه في الاخره يشقى شقاء طويلا. ده محمل جيد ممكن ننزل على البيت. تفضل يا شيخ. بسم الله الكريم. اهلا وسهلا يا شيخ محمود. تفضل. ذو مبتدا مرفوع بالواو لانه من اسماء الخمسه. مرفوع بالابتداء. خلينا نقول مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره. هو صحيح احنا احيانا نستسهل نقول مرفوع بالضمه الواو يعني استغفر الله، لكن هو المقصود ان احنا عايزين نعرب اعرابا بقى تفصيليا. يبقى ذو مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. اسم من الأسماء الستة. جزاك الله خير. يشق في النعيم بعقله. وأخو مبتدا مرفوع بالابتداء. طب ليه ما قلناش معطوف وخلاص؟ لأن الجملة صحيح، لأن الجملة اللي فاتت خلصت وبدأنا جملة جديدة من عطف الجمل بعضها على بعض. لأن ذو العقل يشق وأخو الضلالة ينعم، ده المقصود أو الجهالة. أخو مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. أنا أحيانا أكرر الكلام يعني التركيز، وأيضا حتى يصل النساء، لأن لو اكتفينا بكلام كل أخ من الإخوة مش هيسمعوا حاجة. طيب وأخو قلناه مبتدأ وعلامة الرفع الواو في الضلالة في الشقاوة ينعم. في حاجة تانية؟ كده خلصت. طيب جزاك الله خير يا شيخ محمود. اللي بعد. ليس الزمان وإن حرصت مسالما. خلق الزمان. خلق الزمان. خلق الزمان. هو متشكل عند حضرتك؟ لا. متشكل؟ خلق الزمان. خلق الزمان عداوة الأحرار. عداوة الأحرار. عداوة الأحرار. طيب هو طبعا هو البيت دون فيه مخالفة عقدية، وذلك لما فيه من يعني سب الدهر أو الزمان أو يعني التكلم عنه بطريقة غير لائقة، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر فإنما أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالذي يسب الزمان كأنه يسب الله سبحانه وتعالى، ففي هذا يعني ما فيه من الخطورة. طيب يقول إيه البيت؟ ليس الزمان وإن حرصت. حرصت بفتح الراء، ده على الصواب يعني، وقد يجوز الكسر
في يعني لهجة، يبقى حرصت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، وده أحسن من حرصت وإن كانت لهجة فيما أذكر. يبقى ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. كده معانا اسمع. فضل الشيخ. صحيح، اسم الزمان اسم ليس مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. خلق الزمان عدا صحيح، ده احنا معنا اسم ثالث. صحيح، جزاك الله خير. خلق مبتدأ صحيح، خلق مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة الرفع الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. عداوة عداوة خبر المبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. جزاك الله خير. كريم. أهلا وسهلا. بعد. من كلام رسول الله، من كلام الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم. يتبع الميت ثلاثة. يتبع الميت. يتبع الميت ثلاثة. 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 لأن الميت مفعول به. من اللي هيتبع؟ ثلاثة. هو ده الفاعل. يتبع الميت ثلاثة. يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع عايزك تشكل. فيرجع اثنان ويبقى واحد. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. كلام جميل. طيب نخلي بقى أخونا محمد. يبقى احنا عندنا يتبع الميت ثلاثة، قلنا ان ثلاثة ده احنا نعين الاسم المرفوع. ده اول حاجة انت تعين ايه الاسم المرفوع. السلام هنا مش تبقى اسم مرفوع. صحيح صحيح، عليه السلام هيبقى اسم مرفوع. صحيح، وهذا كلام جميل. احنا كده هنرجع قبل النص. يبقى من كلام الرسول عليه السلام او صلى الله عليه وسلم، على الكلام اللي قدامكم عليه السلام هيبقى السلام ايه؟ مبتدا مؤخر. اصل الكلام السلام عليه، عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا كده عليه السلام، عليه خبر مقدم، خبر شبه جمله، والسلام مبتدا مؤخر. صحيح، يبقى السلام مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره. صحيح، ثلاثه فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. اهله لانه اسم. نعم لانه اسم. لانه اسم. طب ازاي اسم مفرد وهو ثلاثه؟ لانه ليس على صيغه من صيغ يعني له مرفوع مثلا، له مثنى وله جمع تكسير ولا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث ولا حاجه. فهو ثلاثه في من حيث النوع هو مفرد، وان كان دالا على عدد. في الاعداد دي يعني ايضا تعد من الاسماء المفرده، الا اذا دخلنا بقى في العشرينات فيبقى معانا ده اعراب الملحق بجمع المذكر السالم. طيب، يبقى يلحق الميت ثلاثة. ثلاثة فاعل مرفوع فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. أهله بدل الكلام بيقول إيه؟ أهله ده بدل من ثلاثة. بدل إيه؟ بعض من كل. بدل بعض من كل. أهله أهله من أهله بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. و ماله. وماله ده معطوف مرفوع، معطوف على ما قبله، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. وعمله معطوف. وعمله معطوف مرفوع، معطوف على إيه؟ على أهله اللي هو الأول. أول معطوف. صحيح، يبقى العطف بالواو دي قاعدة. العطف بالواو يكون على أول مذكور،
على أول مذكور. يعني إحنا لو عندنا عشر معطوفات، عشر معطوفات وراء بعضها، العاشر ده معطوف على هون على الأول، والتاسع على الأول، والثامن على الأول، كلها معطوفة على الأول، فالعطف بالواو يكون على أول مذكور مش على الثاني ولا على الثالث ولا على أقرب مذكور، لا. لذلك مثلا في مثل قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم معطوف على إيه؟ على الله سبحانه وتعالى، ليس معطوفا على الملائكة، في هذا من التشريف ما فيه. مين اللي يعرف الكلام ده؟ اللي عنده لغة. الذي يعرف هذا الكلام من كان عنده لغة يستطيع أن يعرف بها ده معطوف على إيه وده معناه إيه. فهذا مما يعني يعرفك مقدار شرف هذه اللغة. لكن العطف بالحروف الأخرى يعني يكون على القريب. عمله معطوف على رفع الضمة آخره لأنه اسم مفرد. تمام. اثنان. اثنان. فاعل مرفوع. فيرجع اثنان. اثنان ده فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. الألف لأنه ملحق بالمثنى. ما قلناش مثنى ليه؟ لأنه ليس له مفرد. لأنه ليس له مفرد من لفظه. لأنه له مفرد من غير لفظه. اللي هو واحد. واحد ده مفرد اثنان، لكن من غير لفظه. فليس يعني لا يعتد بهذا الكلام. إنما احنا عندنا ده ملحق بالمثنى لأنه ليس له مفرد من لفظه. طيب، فيرجع اثنان. اثنان ده فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف، والكسرة اللي في النون لا نعتد بها، ليس لها علاقة بالإعراب. نون المثنى دائما مكسورة. ويبقى واحد. فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. واحد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. يرجع أهله. أهل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. يرجع أهله. أهل فاعل الضمة الظاهرة. خلاص. وماله. مال ماله معطوف على ما قبله مرفوع مثله علامة رفع الضمة الظاهرة اللي بعده. يبقى عمله فاعل مرفوع على المقابلة. يبقى عمله عمله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب، كلام جميل، جزاك الله خير. اللي بعده. يصاب الفتى من عصرة بلسانه. العين مفتوحة. يصاب الفتى. يصاب الفتى من عثرة. من عثرة بلسانه. يصاب الفتى من عثرة بلسانه. يصاب الفتى من عثرة بلسانه. وليس يصاب المرء من عثرة. من عثرة الرجل. من عثرة الرجل. يعني لو وقع آخر أنه هيتجبس ولا حاجة وشوية ويقوم ويعافى، لكنه إذا أصيب بلسانه فقد لا يقوم منها أبدا، لأن اللسان شأنه خطير. يقول: يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل. طيب، تعال نشوف بقى الكلام ده. أي شيخ اسم كريم أحمد. نعم، أحمد صلاح. أهلا وسهلا شيخ أحمد، تفضل. وليس يصاب المرء. احنا عندنا اول واحد اللي هو ايه يصاب ايه؟ الفتى. الفتى ده مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع، صحيح، نائب فاعل. يبقى يصاب الفتى. الفتى نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها تعذر، اخر الف يبقى تعذر على طول، منع من ظهورها التعذر لانه اسم مقصور. كلام جميل. من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء. كم يصاب المرء؟ المرء نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. من عثرة الرجل. في حاجة تانية؟ هذا خلصنا الحمد لله. لبعض. هذان خصمان خصم. افتح الخاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم. طبعا ناس كثيرون يقولون خصم وخصمان، ده غلط.
يبقى هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. نعم كده خلاص، ده آخر التمثيل. طيب هذان خصمان اختصموا في ربهم. خلي الشيخ يقول اسم كريم. محمد ايه؟ اهلا وسهلا يا شيخ محمد، تفضل. طب هذان مش معانا؟ ها؟ لا هذان مش مبني، هذان معرب، لأن المثنى في اسم الإشارة والاسم الموصول يعرب إعراب المثنى. يبقى هذان. طب هذان كلها ولا ذان بس؟ ذان، ها حرف تنبيه ماليش دعوة به. يبقى ذان اسم إشارة مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. خصمان خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. في حاجة تانية؟ هل كده خلاص؟ ما فيش حاجة تانية في الآية دي؟ طيب أو في الجملة اللي هو يعني أتى بها من الآية. ما زالت الإشاعات الكاذبة ينفخ في أبواقها المستعمرون. ما زالت الإشاعات الكاذبة ينفخ في أبواقها المستعمرون. حتى قلت يا شيخ قبل كده؟ بطل بطل قول. اسم ما زال، ما زال دي من أخوات من أخوات كان، صحيح. طب إيه شرط عملها؟ ما شرط عملها؟ أن تسبق بنفي أو شبه، يعني هو الفعل زال، إيه شرط عمله؟ شرط عمله أن يسبق بحرف نفي أو شبه النفي، يعني استفهام أو يعني نحو. يبقى ما زال، زال من أخوات كان، ترفع اسمها وتنصب خبرها. الإشاعات اسم ما زال مرفوع بها يعني بزال وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه جمع مزيد بالألف والتاء أو جمع مؤنث سالم. ماشي. الكاذبة نعت، الإشاعات مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب لماذا لم يقل مثلا الكاذبات؟ شيء إشاعات ده جمع، يبقى ينعت بجمع. ليه؟ لماذا لم يقل الكاذبات؟ لأن الإشاعات ده جمع ما لا يعقل، وجمع ما لا يعقل ممكن يعني يأتي نعته مفردا مؤنثا أو جمعا مؤنثا. جمع ما لا يعقل يعني ينعت أو يعود الضمير عليه مفردا مؤنثا أو جمعا مؤنثا. شبيه ذلك في القرآن، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اللي هو في البقرة، واللي في آل عمران ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فأيام هنا جمع ما لا يعقل، نعت بمعدودة هو المفرد المؤنث، ونعت بمعدودات هو الجمع المؤنث. أيضا هذه قاعدة مهمة عرفناها كده من خلال التطبيق. أبي حفظ الله كان دايما يقول أن القراءة مزرعة النحو، القراءة مزرعة النحو، القراءة دي فيها فوائد عظيمة. التطبيق صحيح ممكن الواحد يكون مستواه متقدم شوية فيرى أن المستوى الكلام يعني على قد حاله، لكن قد تجد بعض الفوائد التي لا تكون يعني لا تظن أن تأتي فتأتي في وسط هذا الكلام، فقد ينتفع بفائدة من هذه ما لا ينتفع بالدرس كله، فالواحد يصبر على العلم. اللي بعده شيء؟ احنا فين؟ انا افتكرت ان احنا خلصنا. تقول لي يبقى الكاذبة نعت
للإشاعات مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ماشي. المستعمرون فاعل ينفخ مرفوع به وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. بعد. الحياة مسرحية إنسانية يشهدها الملائكة والشياطين. الحياة مسرحية إنسانية يشهدها إيه؟ الملائكة والشياطين. يشهدها الملائكة والشياطين. ده الكلام ده طبعا كلام عجيب يعني. لا شك أن الحياة فيها عجائب، لكن مسرحية معناها أن هي أقرب للهزل، والدنيا ليست هزلا إنما هي جد. أيضا يشهدها الملائكة والشياطين، كلام ده غير صحيح، لأن الملائكة والشياطين ليسوا متفرجين بل لهم دور. جعل الله سبحانه وتعالى لكل دور، فجعل الشيطان فتنة للناس، وجعل الملكة له دور أيضا في دلالة بني آدم على طريق الله سبحانه وتعالى. ومصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. هو يوسوس له بهذه المعاني، بأن يكذب الحق ويعد بالشر خيرا. وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعرف أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر الآية. فلا، الشيطان والملك لهما دور في هذا، والحياة وإن كان فيها أعاجيب إلا أنها ليست هزلية. طيب، على كل حال أي مكان، يقول بقى الحياة إيه؟ الحياة مسرحية إنسانية يشهدها الملائكة والشياطين. احنا معنا كم؟ 5 أسماء. طيب خلي مين؟ تفضل يا شيخ. هنا حضرتك. الحياة، أنا عايز يعني أعرف بقى، أعرف، هات لي الأسماء المرفوعة وأعرفها. الحياة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. مسرحية، خبر المبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. إنسانية، نعت للمرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. الملائكة، لا، يشهدها الملائكة، يشهد فعل، وها مفعول به، يعني الهاء دي قلنا ان هي ها، الهاء وفروعها دي عمرها ما تيجي في محل رفع ابدا. ها مفعول به، الملائكة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لانه جمع تكسير لانه جمع ملك. والشياطين معطوف على الملائكة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الشياطين، إن الضمة اللي على النون، طب ليه ما قالش مثلا والشياطون؟ لأنه مش جمع مذكر سالم، ده جمع تكسير، شيطان وشياطين ده جمع تكسير، فلذلك إعرابه يظهر على إيه؟ على النون. النون دي هي اللي هيظهر عليها الإعراب. الشياطين، إن الشياطين، يعني للشياطين وسائل في إغواء بني آدم، فالنون دي هي اللي هيظهر عليها الإعراب. يبقى والشياطين معطوف على الملائكة مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ليه؟ لأنه جمع تكسير. جزاك الله خير. وإذا كانت النفوس كبار، وإذا كانت النفوس كبارا، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. اللي ورا حضرتك بقى يا شيخ. أيوة، العمود. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قول بقى يا شيخ. النفوس اسم كان مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإذا كانت النفوس كبارا
تعبت في مرادها الأجسام الأجسام يبقى النفوس اسم كان مرفوع على مترفع الضم الظاهر الأجسام إيه اللي هيتعب الأجسام يبقى إيه تعبت الأجسام ايوه الشيخ ساعدني كده لا هو مين اللي هيتعب الأجسام يبقى إيه فاعل طب الأجسام عملت حاجة ده هي هتتصف أو هيقع عليها التعب أقول لك لا أصل الفاعل لا يلزم أن يكون فعل الفعل لا الفاعل هو من فعل الفعل أو اتصف به ده تعريف الفاعل يبقى الفاعل ما يلزمش أن يكون عمل لا ممكن ما يعملش حاجة فاعل لم يفعل شيئا لكنه اتصف بهذا الفعل إيه اللي هيتصف بالتعب الأجسام يبقى الأجسام فاعل لتعبت يبقى السبيل يتصف بالاستبانة صحيح كلام حضرتك صحيح ولتستبين سبيل المجرمين سبيل فاعل تستبين لأنها متصفة بالاستبانة نقول مثلا مات فلان فلان ده فاعل رغم أن الموت ده وقع عليه هو ما عملش حاجة ده هو أميت ومع هذا نقول أنه فاعل ليه؟ لأنه اتصف بالموت نقول مثلا تجب الصلاة على المكلف الصلاة دي ايه؟ فاعل ليه فاعل؟ والصلاة عملت حاجة؟ لا هي اتصفت بالوجوب يبقى الفاعل هو من فعل الفعل أو اتصف به احنا معانا تعبت في مرادها الأجسام الأجسام فاعل تعبة بعد وإن صخرا لكافينا وإن صخرا وإن خمساء كانت ترثي أخاها صخرا لما مات وإن صخرا لكافينا وسيدنا وإن صخرا لكافينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنحار نشتوا يعني ندخل في الشتاء ندخل في موسم أو في فصل الشتاء وإن صخرا لكافينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنحار أغر أبلج أغر ده بدون تنوين لأنه على وزن أفعل وصفة أغر أبلج أغر أبلج تأتم تأتم الهداة به أغر أبلج تأتم الهداة به تأتم الهداة به كأنه علم على رأسه كأنه نار. علم في رأسه نار كأنه علم في رأسه النار في رأسه نار في رأسه نار طيب واحنا فضلنا قد ايه بس احنا مبطين فضلنا قد ايه في الأنزلة فضلنا حوالي خمسة خمسة هذا كثير نعم نحار يعني ينحر يذبح يذبح ايه يذبح الجزور يذبح الابل للضيفان وقت الشتاء ساعه ما الناس كلهم يكونوا مستخبين في بيوتهم ويستدفئون هو لا هو ينحر الجزر للضيفان ويوقد النيران حتى يعرف السائرون في الطريق ان هنا رجلا كريما يطعم من يقصده ده المعنى طب احنا نخلص البيتين دول ونكتفي ان شاء الله ونصلي وإن صخرا لكافينا هو اللي عليه الدور هنا بقى في هذا الصف تفضل يا اخوي تفضل يا شيخ اين اول مرفوع اول مرفوع كافي صحيح كافي ده هو أول مرفوع إيه علامة رفعه؟ طب هو مرفوع ليه الأول؟ كأنه خبر إن طب اللام دي بتعمل إيه؟ مش اللام دي حرف جر؟ لا ليست لام ليست حرف الجر دي اللام المزحلقة مزحلقة يعني إيه؟ يعني زحلقت راحت فين؟ كانت بتدخل على المبتدأ رجعوها عند الخبر ورا إن ساعة ما دخلت زحلقتها
جعلتها عند في موضع الخبر، جعلتها في موضع الخبر. يبقى اللام المزحلقة هي أصلا لام الابتداء تدخل على المبتدأ لتقوية الكلام وتوكيده، لما دخلت إن زحلقتها وجعلتها في موضع الخبر. يبقى اللام دي المزحلقة من لاش دعوة بها، ليست حرف جر. كافي ده إيه؟ خبر إن مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها ثقل، جزاك الله خير، لأنه اسم منقوص. وسيدنا، سيد معطوف على المرفوع، مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. اللي بعده نحار، ده خبر إن مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. أغر يعني هو أغر، خبر لمبتدأ محذوف، الغرة بياض في جبهة الفرس يعني مشرق الوجه أبيض الوجه. أغر خبر المبتدأ يعني لمبتدأ محذوف تقديره هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أبلجوا، أبلجوا خبر ثان للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الهداة، أحسنت، فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه جمع تكسير، جمع تكسير، جمع هاد هدى. كأنه علم، كأن دي من أخوات إيه؟ كأن من أخوات إن، صحيح، تنصب اسمها وترفع خبرها. والهاء كأنه اسمها، علم خبرها، علم خبر كأن مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. في رأسه نار، صحيح، مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وجملة في رأسه نار في محل رفع إيه؟ الجمل بعد النكرات صفات، جملة في رأسه نار صفة لعلم. طيب احنا كده مررنا على مجموعة لا بأس بها من الأمثلة، يبقى معنا بقى ان احنا عندنا يعني المرة الجاية ان شاء الله عايزين نبدأ في يعني اختبار أنفسنا بحل هذه التمارين غير المحلولة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وقد ذكر 50 مثالا، 50 ومعظمها أبيات شعرية. فالواحد يتدرب ويتجهز، هو يعني الامتحان هيجي غير كده، هو شبه الحاجات الموجودة دي. فيتدرب وإحنا نقعد مع بعض إن شاء الله ونشوف أنتوا عملتوا إيه، ونحاول إن إحنا كل واحد مثلا يكون جايب معاه يعني كشكول أو حاجة كاتب فيها، ويقوم نفسه، ينظر يا ترى أنا أخطأت في إيه وإيه الصواب، وعلى أي أساس الإعراب اللي أنا قلته ده غلط، وإذا يعني وفقته أحمد الله سبحانه وتعالى، وقول لكم مثلا درجات ونوزع درجات مع بعض وتدي لنفسك درجة في الآخر. طيب جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.